هذا وتعد مدينة الشباب 2030 نموذجا متقدما من حيث البرامج النوعية التي تقوم بطرحها للناشئة وللشباب. وقد شهدت المدينة في مواسمها المختلفة زيارات متعددة من مختلف المؤسسات الحكومية الخاصة بدول مجلس التعاون، كان آخرها زيارة أكاديمية الفهود الرياضية من سلطنة عمان للتعرف على كل ما تقدمه المدينة ونقل هذه التجربة إلى سلطنة عمان. مدينة شباب 2030 في مواسمها المختلفة أصبحت نموذجا رائدا وتجربة متميزة يحتذى بها في صقل مهارات الشباب وإطلاق طاقاتهم نحو آفاق أوسع وأرحب. وقد جاءت زيارة أكاديمية الفهود الرياضية من سلطنة عمان لتؤكد على تميز تجربة مملكة البحرين بإطلاق تجارب نوعية ومتميزة للشباب البحريني. تجربة حقيقة تجربة طيبة، وأتمنى من أولادنا الأطفال أنهم يستفيدوا من هذا الشيء، وحقيقة شيء مبهر حقيقة يعني يعجز عن الكلام. هذه التجربة اللي حصلناها ما شاء الله في هذه المدينة، إن شاء الله أن بقدر ما نستطيع بإذن الله تعالى أن ننقلها في عمان بإذن الله تعالى. الوفد العماني من طلبة وإداريين أجمعوا على أن هذه الزيارة قدمت للطلبة الأكاديمية المشاركين في الرحلة إلى مدينة شباب 2030 بأنها تجربة متميزة لمست تطلعاتهم وأطلقت العنان لأفكارهم وإبداعاتهم وقدمت لهم معلومات متميزة ينقلونها إلى أقرانهم في سلطنة عمان. الشباب سعيدين واستفادوا أشياء كثيرة يمكن لأول مرة تعرفوا عليها، مثل الروبوتات أو مثل التصوير. استفادوا استفادة كبيرة، استفادة ثقافية، استفادة معنوية رياضية، استفادة الاحتكاك مع أخواننا البحرينيين واللاعبين. سلسلة الزيارات التي تقوم بها الجهات المختلفة من داخل البحرين وخارجها بين فترة وأخرى إلى المدينة تؤكد على نجاح هذه التجربة، وهذا ما أكد عليه الوفد العماني والذي يحرص على الاستفادة من هذه التجربة وإطلاق برامج مشابهة لها في سلطنة عمان في المستقبل. تأتي هذه الزيارة للتعرف على ما تضمه مدينة شباب 2030 من برامج نوعية ومتقدمة، فهذه المدينة ببرامجها المتنوعة تعد نموذجا رائدا وفرصة مهمة لتبادل الخبرات والفرص التدريبية للارتقاء بالمنظومة الشبابية الخليجية. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.